النهارده هنتكلم عن الدراما التلفزيونيه ازاي وثقت حدث مهم زي ده، تحديدا مسلسل الاختيار. يا ترى الفرق بين هشام عشماوي ايه واحمد المنسي ايه؟ واحد خان والتاني استمر على العهد. بالكلمات المعبره دي واللي قالها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوه التثقيفيه ال 29 القوات المسلحه، قرر صناع الاختيار واحد انهم يوضحوا كلمات الرئيس بشكل مفصل ودرامي من خلال الجزء الاول من مسلسل الاختيار، واللي وضح الفرق بين الشهيد العقيد اركان حرب احمد صابر منسي واللي قدم دوره في المسلسل الفنان امير كراره، والخائن هشام عشماوي واللي جسد شخصيته احمد العوضي، وكشف العمل اختيار كل واحد فيهم لمصيره. يا ترى الفرق بين هشام عشماوي ايه واحمد المنسي ايه؟ Watch it.